من أسلوب الإعلام. النقطة الأولى، الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين مستقلين الدريج وجهة الشرق من أجل اقتناء شاحنة سيارية لنقل الماء لفائدة المجلس. الدراسة والمصادقة على اتفاقية إشراف المنتدى في شركة العمران لجهة الشرق من أجل إنجاز مشروع مركز التكوين للتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية للدريج. النقطة الثالثة، الدراسة والمصادقة على تعديل اتفاقية الشراكة المبرمة بين مستقلين الدريج وجماعة درك الثاني تعلق باقتناء حافية النقل المدرسي. النقطة الرابعة، المصادقة على إلغاء اتفاقية الشراكة بين مستقلين الدريوش وجماعة إفني تتعلق باقتناء شاحنة لنقل النفايات المنزلية. النقطة الخامسة، الدراسة والمصادقة على اتفاقية الشراكة بين مستقلين الدريوش وجماعة إفني تتعلق باقتناء حافلة للنقل المدرسي. النقطة السادسة، الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية السنة المالية 2025. النقطة السابعة، تحويل اعتمادات مالية على مستوى الجزء الثاني من الميزانية. نمشيو للنقطة الأولى، الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بين المستقلين والدريوش وجهة الشرق من أجل اقتناء شاحنة سيارية لنقل الماء. الاتفاقية هذه يعني واحد الجهة كتبرع علينا واحد يعني التناهيبة ديال واحد الشاحنة، هذه تنفعنا يعني إضافة لسميتو للبارك ديالنا إن شاء الله. دونك اللي عنده شي تعليق شي ملاحظة في هذه الاتفاقية تفضل. كان غير واحد الإشارة بالنسبة للالتزامات الأطراف، ما كاين ترقيم الشاحنة باسم الجماعة وتأمينها، الجماعة ولا المجلس؟ المجلس. باش تندار التعديل المجلس. كاينة ملاحظة في راشد الرئيس ما دار استغلال الشاحنة لغير الغرض المتعلق هذيك هي نقل الماء. مر واحد الاجتماع كان وقع مؤخرا سميتو في العمالة، يعني كان فيها إدارة مستوى على اتفاقية شراكة من أجل إحداث مركز التكوين والتدريب المهني في الصناعة التقليدية ديال الدريوش. هذا هو التجربة التي راكمتها شركة العمران في المجال، وقد تم اقتراح عقد اتفاقية لإشراف منتدى لشركة العمران لجهة الشرق من أجل إنجاز هذا المشروع وفق الاتفاقية معروضة عليكم. يعني المشروع راه ديرو العمران إن شاء الله. إذا كان شي ملاحظة باش تدخل في النقطة كان الاطراف مازال هنا ما داش. فيما يتعلق بالاتفاقيه ديال التدرج المهني سبق لمجلسكم موقر عن صادق عليها في دورات سابقه، غير ان لجنه التتبع للاتفاقيه ارتأت ادخال او اقحام شركه العمران للاشراف المنتدى باعتبارها كانت غائبه في الاتفاقيه الام، لذلك حتى يتمكن مجلس دريوش من اخراج هذا المشروع لحيز الوجود ارتأى الاعضاء او اطراف الاتفاقيه ادخال شركه العمران للاشراف. نمشيو للنقطه الثالثه وهي الدراسه والمصادقه على تعديل اتفاقيه شراكه مبرمه بين المستقلين من الدريوش وجماعه الدار الكبداني والمتعلقه باقتناء حافله النقل المدرسي.
سبق ان يوسف اليمين يعني في الولايه السابقه عن صدقه على اتفاقيه شركه تتعلق باقتناء النقل المدرسي شاحنه النقل المدرسي حافله النقل المدرسي حيث قدرت التكلفه انذاك 360 الف درهم. وكما تعرفوا يعني الاثمنه ديال يعني ما بقاتش هي بحكم ان يعني السيارات الطرف الثمن ديالهم دونك نديروا واحد يعني تعديل ديال الاتفاقيه باش نضيفوا ليها واحد نوصلوا للثمن الحقيقي كما بدات الاتفاقيه الاخرين هي 450 الف درهم 300 الف درهم ديال المجلس التقليمي و 150 الف درهم تكون ديال الجامعه. ولا غير الاشاره السيد الرئيس في هذه النقطه هذه راه يعني هاد الناس هادو راه كيعانوا راه دابا النقل المدرسي بهذا الارتفاع ديال الاثمنه خلانا اننا نتعطلوا واحد اكثر من عامين ولا ديال وعندهم غير جوج ديال الترونسبور تما في الجماعه ديال دار الكلداني كامل. يعني انا كنطلب منكم انه بمجرد المصادقه على هذه الاتفاقيه نصيفطوا لهم الاتفاقيه وهما يدوزوا عاوتاني في الدوره ودير الاجراءات ديال الاقتناء السيد الرئيس. الله يجازيك بخير. منين جيناش؟ شوف منين الاسراع والاسراع. شروخ في التصويت اسمح. اذا نمشيو للتصويت ما كانش النقطة الرابعة المصادقة على إلغاء اتفاقية شراكة بين الشيخ ريم دريوش وجماعة إيخ بنيه تتعلق باقتناء شاحنة لنقل النفايات المنزلية وهذا على يعني بالمناسبة جاء على حساب الطلب ديال الجماعة المساء مجموع 950 ألف درهم مجموع 60 0 مجموع